فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن بسم اللسان ويحار في تعقله معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البدون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شدادا يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قائده وتدعوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية إقبال صلاة يتسن بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف أصلي بودي وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من
صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به مواطن استقراره ومواضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونور حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجو التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل ومعي بهذا شاهد ودليل إلى الرسول تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل أما الدليل أما الدليل الدليل إذا ذكرت محمدا صارت طموح العاشقين تسيل أنا رسول الله رسول الله يا ذا
يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل الذي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم وانقرض عصوات تنزى في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شأن خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدد الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البارية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم الذي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها فضمت أشوى بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة والصونية فحملته برعايته إليك كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر بحمله وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ لكسبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى
بقرب ظهور شراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى اللقاء جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة، معلنة بكمال البشارة، وما من هامل هملت في ذلك العام، إلا أتت في هملها بغلام، من بركات وسادتي هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمقة بيدر الفرج بملاقاة أشرف البريات، وبروزه من عالم الغفائر إلى عالم الظهور، بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، بسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول يا رسول